السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة من جديدة من كان 2023. عملت لقاءات كتيرة جدا مع حسام حسن، مبسوط أحيانا وزعلان أحيانا وبيتكلم على فريق أحيانا، ولكن أول لقاء لحسام حسن بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخبنا الوطني من الكان نفس مع مجموعة من الأساطير الأكثرهم عددا هو حسام حسن، 7 مشاركات و3 لقاءات. حسام حسن جمع النهاردة بينه وبين حد لقاء، وكانت صورة واضحة، وكانت النهاردة الحديث بالتفصيل. قال له كده، قال له والله العظيم زي ما خدتها 3 مرات هاخدها وأنا مدير فني للمنتخب الوطني. حسام حسن قال الحديث ده لمين هناك في البطولة؟ وحسام حسن وجه انذار شديد وكان شرس جدا وهو بيكلمه، هقول لكم بس بعد ما نسمع حسام حسن شخصيا في اول حديث ليه قال ايه. سعيد ان انا موجود في كوت ديفوار، وسعيد بالتنظيم الرائع لكوت ديفوار، ان شاء الله يعني مزيد من التقدم للكره الافريقيه، لان الكره الافريقيه رئيس وكبير بين الافارقه في المحترفين في الخارج في اوروبا، نسبته حتى في كاس العالم لينا وجود الكره الافريقيه وليها وجودها. بالنسبه لي انا كنت محظوظ الحمد لله ان انا اتواجدت في بلد كبيره زي مصر، من حظنا ان احنا خدنا البطولات افريقيا اكبر حاجه في افريقيا كاس الامم 7 مرات. كان ليا الشرف ان انا شاركت في 7 مناسبات افريقيه واحرزت 3 كؤوس افريقيه، 86 و98 و2006، دي كان اخر حاجه بالنسبه لي. ومن حظي شاركت في كاس الامم 2006 وانا كنت داخل تقريبا سني كان 40 سنه، داخل على 40 سنه، فده كان حاجه عاصرت اجيال كتيره. انا تحياتي طبعا للاساطير الموجودين من اول ميلا وعبيدي بيليه وكل الاساطير الموجودين معانا النهارده، فانا سعيد جدا ان انا في وجود في وسطهم. وفي نفس الوقت البطولات اللي كانت اصغر بطوله خدت 86 كان ابن ميلا كان نجم كبير في وجودي معاهم، ثم 2006 حضر الاخر الفاينل اللي كان في القاهره. اكيد طبعا شعور ان انت بتحرز بطولات وبتتواجد في بطولات مختلفه مع اجيال مختلفه، دي كانت حاجه عظيمه جدا. والاهم ان انا نهيت مشواري في كاس الامم كمنتخب ببطوله كاس الامم 2006 في حضور الجماهير المصريه. فده شعور طبعا اتمنى ان شاء الله في لعيبه افارقه كتير في اللي هم صاعدين يكونوا ليهم دور، وخاصه كمان اللاعبين منتخب مصر، وان شاء الله اكون متواجد مع منتخب مصر الفتره اللي جايه بشكل ايجابي ان شاء الله. 98 كانت صعبه لان كان البطوله كان الفريق التيم كله متغير، كان في مدرب عظيم معانا كابتن محمود الجهري عمل توليفه، كنت يمكن انا اقدم لعيب ومعايا هاني رمزي، كون تيم كان طالعين من مصر، الجمهور عارف والاعلام عارف ان احنا مش صعب ان احنا صعب ان احنا ناخد البطوله، لان التيم كله كان اعمار جديده ولاعبين جداد على المستوى الدولي. البطوله دي ما كانش حد متخيل اتوقع ان احنا نكسبها، شاركنا مع منتخبات قوية جدا، وثم لعبنا فاينل مع تيم قوي زي منتخب جنوب افريقيا، وكان ساعتها كان مستواهم على اعلى مستوى، وعملنا المفاجأة وكسبنا البطولة، وانا احرزت هداف البطولة مع مكارسي. فاعتقد ان البطولة 98 كانت تعتبر من اصعب البطولات في 7 بطولات اللي مصر احرزتها. دي أول تصريحات لأسطورة أفريقيا حسام حسن بلغة التاريخ بلغة الأرقام. هو أسطورة النهاردة واقف على المنصة مع أساطير أفريقيا، وهو الأكثر تحطيما للأرقام ما بين الناس اللي واقفة، وأعتقد أن التاريخ هو اللي ادى حسام حسن ان هو يكون موجود بغض النظر عن هو المدير الفني لمنتخبنا الوطني. حسام حسن وقف النهاردة وقال له والله العظيم لارجع ان شاء الله بإذن الله أخدك للمرة الرابعة وأنا مدرب، زي ما احتفظت بيك 3 مرات الرابعة هتبقى معايا كمدرب. وقف النهاردة بيتكلم بلهجة جديدة مع مين؟
مع كاس افريقيا. اللقطه اللي قدامنا دي استمرت النهارده اكتر من 5 دقايق، واقف حسام حسن قدام الكاس بيكلم نفسه بيكلم الكاس والكاس بيرد عليه. اوعى حد يقول لي ان النظره دي كده، النظره دي زي ما بقول لكم كده. فين اللي جاي ان شاء الله باذن الله؟ بتاعي الاحلام والطموحات معاه كان بيكسرها على طول. سقفه ما كانش عنده سقف في الارقام، السن كان مجرد رقم في البطاقه وهو بيلعب كوره. فهو النهارده رايح بحلم ان هو واحد من افريقيا، وكلها ما بقتش كده، عينيه كلها عايز اقف وانا مدير فيه حاصل على بطوله. حسام حسن مش هو اللي بيحلم، هو ابراهيم حسن ان هم لقب اخذناه ان احنا تولينا الاداره الفنيه لمنتخبنا الوطني. لا، ده هو معلي السقف على نفسه وعايز يكسر الارقام وعايز يروح لارقام مختلفه. السؤال اللي قادم، هل الكابتن حسن حمدي الكابتن شحاته تاريخه مع منتخبنا الوطني يقدر حسام حسن يقرب منه؟ حسام حسن هو ده سقفه، هو ده طموحه، ان يعدي القصه، ان يعدي الرقم. حسام حسن لما اتكلم مع حد في الغرف المغلقه قال له مدرستي التدريبيه الراحل الكابتن محمود الجوهري، ده اللي كان سابق عصره، دي مدرسة التدريبية. طموحي الرقمي هو الكابتن حسن شحات. قال له تقدر؟ قال له ان شاء الله باذن الله. قال له يعني قاعد معانا لما المشوار ده يكمل؟ قال له هو الحلم غلط، هو الحلم حر يحلم وسيبه الرجل. وبعد سال ادي احنا هنشوف لاعب من اللاعبين الكبار داخل منتخبنا الوطني. حد يعني ايه امني كده ان انا ما اقولش، فاحكي لحضراتكم الموقف وخلاص وانتوا عيشوا بقى زي ما انتوا عايزين. لاعب كبير في منتخبنا الوطني، من الناس اللي قالت ان الراجل ده مش هيجي، الراجل ده مش، ها مستنينا اهو هينزل التويته دلوقتي بتاعت الاعتزال الدولي، كمان نص ساعه هتنزل الصبح، مش هينزل بس مش هيجي. الكابتن حسام حسن وهو مسافر كان معاه في نفس الطياره الاستاذ جمال علام، معاه وطالع معاه من المطار من هنا ومسافر معاه هناك يحضر المباراه النهائيه. كان استاذ جمال علام بيتحدث لاحد لاعبي المنتخب الوطني الكبار جدا جدا جدا، ففي نص الحديث قال له ده الكابتن حسام معايا، قال لي اديني ابارك له، اخذ التليفون كلمه قال له الف مبروك وبتاع كابتن بالتوفيق ان شاء الله باذن الله في ظهر حضرتك، ماشي كابتن حسام نشوفك طمن عليك يلا نشوفك على خير، سلام عليكم. عليكم خلاص كده اول موضوع. تاني موضوع عشان نجيب لكم بقى الحاجات اللي ايه اللي هي السريعه دي، الكابتن حسام حسن او من اكتشف مروان عطيه في الاتحاد السكندري. حسام حسن من لاعب مروان عطيه في الاتحاد السكندري. في لقاء جمع الكابتن حسام عطيه والجلسه اخذت 5 دقائق او 10 دقائق في منزل كوبري اكتوبر وانت نازل على العباسيه عند بتاع العصير على اليمين. لا والله ما بهزر. يعني الكابتن حسام قابل مروان عطيه اخر الكوبري وهم نازلين، فقال له يا كابتن، قال له طب اسلم على حضرتك، فحضنه كده ناحيه المنزل كده بتاع العصير، فحضنه وفوقفه. نزل الكابتن حسام، نزل مروان عطيه سلم عليه الف مبروك يا كابتن وكده. والكابتن حسام حسن مروان عطيه طبعا كان قلقان ومترقب، ما كانش بيلعب على فكره في نفس المكان، كان بيلعب باك مع الكابتن حسام حسن، فقلقان هياخدني هيلعبني هيخترع لي حاجه جديده. فالكابتن حسام حسن ما كانش فيه اي تفاصيل غير ما قال له المستوى اللي انا بشوفه لك مستوى جيد، عندك افضل من كده بكتير، عندك افضل من كده بكتير، عايزك تركز الفتره اللي جايه وتكسر الدنيا. السلام عليكم. عليكم السلام. وخلصت الشغلانه، وخلصت الشغلانه. الناس بقى طلعوا الفتره اللي فاتت قال لك ان الموضوع ده حازز في نفسية الكابتن حسام حسن، ان مروان عطيه ما بيطلع في اللقاءات ما قالش ان هو اللي مكتشفه بتاع، هو عينة في لقائين قال الموضوعين، يعني في لقائين عملت معاه لقاء مره داخل النادي الاتحاد وعملت معاه لقاء مره هنا جوه الاستوديو، وفي المرتين اتكلم على حسام. فارجو بقى الناس نفس كده واسندوا ظهركم وهدوا القصه وهدوا اللعب والامور مين عارف مش ممكن حسام وابراهيم دول يكسروا الدنيا؟ محدش عارف، وتبقى ساعتها الطلعه وحشه والشكل مش عاطفي. اصبر، ما تطلعش انت دلوقتي، اهدوا واحده واحده، احنا بنحاول نزقها، يعني بنحاول دايما نحط فيها بنزين عشان تدور. ف
استنوا واحده واحده، ابتدت تطلع قماش، ابتدت تطلع قماش. واحد يقول لي هو يعني حسام ابراهيم هم اللي انت يعني هم اللي هيطلعوا لك قماش؟ حسام ابراهيم في كوزيه المدير الجهاز الفني للمنتخب الاول حاجه جيده ومطلب الناس، ولكن مش دي سقف القصه. سقف القصه بالنسبه لي علاء نبيل، سقف القصه بالنسبه لي الناشئين من تحت القاعده، سقف القصه بالنسبه لي الحديث اللي سمعته امبارح من عامر حسين. كل الناس كانت بتقول لك عامر حسين ده، انا عامر حسين ده واحد من الناس اللي بشوفه من افضل الناس اللي اشتغلت في الكوره، بغض النظر بقى كل واحد ليه وجهه نظر وحر، يعني انا بشوف الراجل ده كده. فكل كنت متوقع لا هيبقى في شد وجذب ما بين علاء نبيل وعامر حسين في غير المسابقات غير المواعيد غير التاريخ. لقيت عامر حسين امبارح تصريحاته ان مفيش مشكله مش للصالح العام. سوق يا نجم مصر مش في الصالح العام، مفيش كده خالص، وهو ده اللي كنا منتظرينه، وهو ده اللي كنا مستنيينه، هو ده اللي كنا مستنيينه. بتمنى من اتحاد الكرة حاجة، وانا عارف ان استاذ جمال علام يعني راجل بيستوعب وراجل ابن بلد وبيفهم اما بتبعت له رسالة كده للمصلحة العامة بيستوعبها. اقفل لنا الله يكرمك، اقفل لنا باب الاجتهادات بتاع نبيل والتطوير والقصص دي، وقول بتترك التطوير وان المرحلة الجاية هيكون فيها تطوير من جانب الاجهزة الفنية والمسابقات والقصة، وان الكابتن علاء نبيل شغال على مشروع احد الكرة مكلفه بكده. لحد ما يطلع البيان ده يا فندم، يطلع البيان ده بالنسبة لي الشغلانة كلها بلح. يعني لحد ما اتحاد الكورة يطلع البيان ده انا مش عارفكم، انا تهت منكم. يعني كده عارفين الحته دي كده، انا مش انا علاء نبيل، مش علاء نبيل. لحد ما اشوف البيان ده، شفت البيان ده وابتدت الدنيا تتحرك، هو ده الكارت اللي هيطور القاعده من تحت. والله لو اخدت يعني مش لو وصلت كاس العالم عملت ايه في عايز بقى عايز الناس اللي نجحت، عايز اعمل قاعده من تحت واشتغل ان شاء الله باذن الله تجربه حسام ابراهيم تنجح والامور تمشي. عايز جيل تاني، عايز جيل تالت، عايز منتخب اولمبي قوي، عايز احضر خمسه، عايز اعمل شغل جامد، عايز مساعده ومسانده من اتحاد الكره. اطلع يطلع المسؤولين بتوع اتحاد الكره ويصرحوا، وكلهم شخصيات محترمه، احنا في ظهر علاء نبيل هنسيبه يطور، احنا في ظهر كذا. خلاص الناس اطمنت والامور هتمشي بشكل جيد. من الامارات الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكره. حاج محمد مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي، وحشنا يا حاج محمد، ازي حضرتك؟ ما شاء الله عليك يا حبيبي، دايما كده متالق يا حبيبي ومشرفنا ودايما ان شاء الله من نجاح لنجاح يا حبيبي. ربنا يعزك ودايما يعني اشوفك على خير وبتشرف بوجود حضرتك دايما معايا. رايك في تولي الكابتن حسام والكابتن ابراهيم؟ طبعا هو اولا كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا من اول وجود مجلس ده، ودايما كان عنده قناعه ان المدرب الوطني يعني كان المفروض ان هو ياخذ دوره على اكمل وجه، وبالذات حسام ابراهيم طبعا غير الو معاك يا فندم حضرتك، وبالذات حسام ابراهيم غير قناعتنا الكامله ان شاء الله بيهم انهم هم يكونوا موجودين، الا انه انا يعني انا ومجلس الاداره قناعه انهم هم اولا مطلب شعبي وجماهيري، ثانيا قناعة الإدارة زي ما قلت من الأول خالص إن لازم يكون في مدرب وطني على أساس يكمل مسيرة الكابتن الجوهري والمدرب وكابتن حسن شحاتة والمدربين المصريين اللي تولوا المسؤولية. بس وطبعا كان كابتن إيهاب جلال كان اختيار مجلس الإدارة، والباقي تعلمه أنت والسادة المشاهدين. يعني انا عندي معلومه قويه جدا ان انت في المجلس ده وفي اخرى كنت تنادي بحسام ابراهيم انت كمحمد ابو الوفا، وحانا الناس كانت تقول لك ايه انت جبت الموضوع ده منين، يعني كان يتاخد الموضوع كده اللي هو ايه عدوه ها هنجيب مين بقى. والله يا كابتن سيف انت اخويا طبعا، وانت كنت معايا انا كنت بشرف بزمالتك، وانت شرف لي انا شرف ربنا يعزك، المسؤولين الكبار في اتحاد الكوره. أنا مش عايز أزايد على زمايلي، إحنا أنا وزمايلي كلنا قررنا واحد وكلنا زي بعض وكلنا
استقرينا على الكابتن حسام والكابتن ابراهيم علشان احنا كلنا على مركب واحده، واحنا كلنا عايزين ان شاء الله مركب المنتخب الاول بالوصول لكاس العالم والحصول على كاس الامم الافريقيه. بنحاول كلنا والاداره اللي معانا وعلى راسهم طبعا الكابتن حازم امام. ليه يا حاج محمد، وهنا بقى انا عارف شخصيه محمد ابو الوفا، يعني ليه انتوا كمجلس وانت كابو الوفا في التصريح اللي انت قلته احنا كلنا على قلب راجل واحد احنا مع بعض، ليه ما دخلتوش شلته على حازم امام وهو بيتقطع بقاله فتره من يوم ما خرجنا؟ ليه ما طلعتوش قلتوا ان دي مسؤوليه مشتركه يتحملها اتحاد الكره بالكامل؟ استاذ جمال علام ليه ما طلعش اتكلم في القصه دي؟ بص يا سيف، بص يا سيف، بص، حازم امام بالتحديد، حازم امام انا اشهد واشهد الله ان حازم امام ما قصر في هذا الملف ابدا، وحازم امام في كل هو بصفته يعني من افضل لعيبه اللي لعبت لمنتخب مصر ونادي الزمالك وانديه اوروبيه، واحنا بنتشرف بوجوده معانا، وكل الامور الفنيه عموما سواء في المنتخب الاول او غيره بتسند في الاول لحازم امام. وحازم امام في ملف المدير الفني زي ما قلت لحضرتك ان انا بأشهد واشهد الله ان حازم امام بيبلي بلاء محترم، يعني في فيتوريا وقبل فيتوريا ان حازم امام المجلس 10 ملفات او اكتر، والعشرة بيقلصوا خمسة، والخمسة بيقلصوا لثلاثة، والثلاثة بيقلصوا لاثنين، والاثنين بيقلص لواحد باختيارات المجلس. يعني حازم امام من الراجل يمكن دي فرصة ان انا تواجدي مع حضرتك، ان انا يعني طبعا انفي اي مسؤولية على حازم امام لوحده، المجلس كلنا على كلنا ايد واحدة وما فيش اختيار. وانت يعني انت كنت موجود على طرابيزه مجلس الاداره، وما شاء الله انت يعني من المسؤولين القدام في اتحاد الكوره، وانت تعلم تماما كيف تدار مثل تلك الملعن. فحازم الراجل كان بيبلي بلاء حسنا، وكان بيسافر وكان بيجيب سفيهات، وكان بيعرض عرض جيد وامين على مجلس الاداره، ومجلس الاداره بيقعد وبيختار، وفي الاول وفي الاخر مجلس الاداره برضو عايز دايما يعمل الصح واكتر من الصح بشويه. مجلس الاداره ملوش مصلحه الا ان المدير الفني يشتغل ويعمل اللي عليه، وقبل ما يشتغل يكون موجود مدير فني افضل ما يكون، افضل ملف يكون يقدر يجيبه اتحاد الكوره، بيجيبه بيعرضه بيوليه المسؤوليه وبيفضل في ظهره وبيفضل وراه. فده دور الاتحاد سواء في ملف المدير الفني الفريق الاول او في غيره. يعني بتشوف ازاي يا حاج محمد اعتراض الناس او حديث الاعلام احيانا عن اتحاد الكوره ان هو يعني اتحاد ما يعرفش يدير الكوره، اتحاد ملوش في الاداره، اتحاد اتحاد اتحاد، بتشوف الهجوم او بتشوف الحديث ده ازاي؟ والله انا دايما يعني بيني وبينك انا دايما بألوم على الاعلام هجومه الدايم على اتحاد الكوره. لما الفرق بتبلي بلاء حسنا وبتكسب وبتوصل بيكون كل الشكر للجهاز الفني، ومحدش بيجيب سيره اتحاد الكوره خالص، ولما بيحصل اي اخفاق كان اتحاد الكوره هو اللي عليه المسؤوليه، او كان اتحاد الكوره هو اللي بيبقى قاصد ان هو ان الفرقه ما تكسبش. لا، انا باكد لحضرتك ان اتحاد الكوره بيعمل يعني بيبلي يعني 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 مش عايز اقول لك يعني ايه، انه بيعمل مجهودات مضاعفه سواء في اختيارات الملفات بتاعت المديرين الفنيين او في دعمهم، في دعمهم والوجود في ظهرهم. يعني ابتديت اسمع من مسؤولي في الكورة ان ما دخلش للشؤون القانونيه لاتحاد الكوره، يعني عاد فيتوريا ده كل ما اسال حد تعرف في العاد ده لا جالك لا اتعرض عليه لا لا تعاقد فيتوريا اتعرض على المجلس واتعرض على الشؤون القانونيه في اتحاد الكوره وموجود بكامل بنوده، وعقد فيتوريا بالتحديد يعني انا شايف من خلال وجودي، انا اتشرف ان انا موجود برضه في اتحاد الكوره من 2016 وشفت العديد من العقود بتاعه المديرين الفنيين كلها قريبه من عقد فيتوريا، بل بالعكس ده ممكن تلاقي ان عقد فيتوريا يعني من غيره بكتير. عقد فيتوريا في شرط جزائي 3 شهور، ما فيش عقد لمدرب بيتعامل في الدنيا ما فيهوش شرط جزائي 2 أو 3 شهور. يعني
يعني على اقل تقدير انت لو رجعت لكل العقود المدربين الاجانب قبل كده هتلاقي فيها شرط جزائي يعني. فما ما يعني ما يعني 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 برضه الاعلام برضه بيبقى في بعض الاحوال مصر ان هو يرمي اللوم على اتحاد الكوره على اي وقت. لكن طب هو طب انا هحكي لك حته برضه في العدو وانت صلح لي يا حاج محمد، لان انت اللي ادرى وحضرتك اللي مصدق. فيتوريا النهارده عمل اعلان قبل كاس الامم الافريقيه، ثم عمل اعلان ملابس بعد كاس الامم الافريقيه. اما تحدثت مع الاستاذ جمال علام قال لي ده منافي تماما لعقده، لان اتحاد الكوره ليه نسب وليه وليه وليه. اما اتكلمت مع المسؤولين عن فيتوريا قالوا لي لا، هو اتبعت رسميا فسخ العقد، فمن حقه انه يعمل. هو من حقه يعمل ولا مش من حقه؟ اعلانات يعني؟ ايوه. اعتقد ان هو الامور دي بتبقى منصوص عليها تماما في العقد يعني. ما انا بسال حضرتك. احنا دلوقتي بصدد ان هو ليه شرط جزائي وامور فسخ العقد يعني، مش بصدد ان احنا نتكلم على انه يعمل اعلان ام لا. ما هو استاذ جمال علام يا حاج محمد في اعلان عمله لملابس من فتره بعد البطوله، استاذ جمال علام بيقول ان ده مش من حقه، والنهارده المفروض يكون في قيمه ماديه تخش الاتحاد، عقده بيقول كده، مسؤولي فيتوريا بيقول له لا، احنا انتوا طلبتوا الفسخ فاصبح ان هو من حقه يعمل اي حاجه. هل عقده فيه ان اتحاد الكوره ليه جزء من اعلاناته؟ ما اعتقد كده. يعني حضرتك دي الامور دي القصه دي ما ناقشتهاش، مش واضحه. لا هو انا فصدد فسخ العقد كجزء، لكن كون انه عمل اعلان بعد فسخ العقد فدي مش يعني بصراحه مش يعني مش فكره. طيب. الحديث عن القيمه الماليه للجهاز الفني والعالم كله بقت الحاجات دي معلنه خلاص، يعني كل الاتحادات بتعلنها القيمه الماليه للكابتن حسام حسن او جهازه الفني مقارنه بفيتوريا، المسافات بعيده تماما. والله طول ما ان هو مدير فني مصري ومرتبه هياخده بالمصري اعتقد يعني الامور هتكون قريبه وبسيطه يعني. بس انا عارف ان الامور فيها تضحيه من حسام، يعني هو المبلغ اللي بياخده في فيوتشر هو المبلغ اللي بياخده في المنتخب، ولا دي اشاعه؟ لا مش مش اعتقد ان المبلغين قريبين من بعض. مليون جنيه مليون جنيه يعني. يعني هو المبلغين قريبين من بعض يعني. هو الاتفاق على المبلغ حتى هذه اللحظه. يعني ما تمش الاتفاق على محمد. انا عارف ان انت قلت للكابتن حسام في الجلسه مليون جنيه 750 للكابتن ابراهيم، قال لكم الرقم اللي انتوا عايزينه اكتبوه. هو الراجل مش يعني مش مدقق، واحنا برضو مش مدققين، وفي الاول وفي الاخر برضو في حدود ان المدير الفني مصري وان القيمه الماليه هياخدها بالمصري، فبرضه هتبقى المسائل هتبقى قريبه بيننا ما بين كابتن حسام وابراهيم. طيب. هناك انتعاشه كبيره ماديه لاتحاد الكوره. لما اتكلمت امبارح مع المسؤولين الماليين لاتحاد الكوره قالوا لي ان حضراتكم الفتره الجايه هيكون في سيوله كبيره في اتحاد الكوره بعد رحيل فيتوريا، الامور الماديه والدولار هتتوفر بشكل قوي، عند حضراتكم بطوله دبي فيها مبلغ دولاري هيخش، وكاس مصر انتوا اول ما نجحت ان هي تبيعوا وتدخل لكم رقم كبير يتخطى المليون دولار. والله كابتن سيف هو من الامور الماديه اللي على راس الارتياح لانه يكون مدير فني مدرب مصري هو الانفراج الماليه. يعني لو قلت مثلا ان مرتب فيتوريا بيتخطى 10 ملايين جنيه ولا اكثر من كده، فده شيء برضو يعني هيكون ليه مرد ممتاز ومرد كويس جدا نقدر نصرف بيها على 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 باقي المنتخبات في الفتره اللي جايه. هل يا فندم هل كاس مصر دي الارقام اللي بنسمعها وده يحسب لحضراتكم برضو ان في تسويق بالشكل ده؟ طبعا احنا عندنا بطوله السوبر اللي اتعملت في الامارات في الشهر اللي فات برضو دخلت عمله صعبه كويسه جدا للاتحاد تتجاوز برضو ملايين كتير. ملايين كتير بالدولار. يعني هي يعني فيها مبلغ كويس يعني رائع، كذا مليون دولار رائع. وبطولة الامارات القادمة هتدخل لكم مليون دولار. وبطولة الامارات وبطولة السوبر وبطولة كأس مصر. كأس مصر
في السعوديه. فكل دي ان شاء الله هتكون كاس مصر ده، لان ده انتوا الناس بعض الناس تتهاجم عليه ومش عارفه التفاصيل، ده هيدخل مليون دولار. لا، وكاس السوبر اللي فات، وكاس السوبر. تمام، طمنا طمنا على اللي اتعملت في الامارات في الفتره اللي فاتت. شيء حيراوي. طمنا على المنتخب الشاطئي. الحمد لله، المنتخب النهارده انهى اخر مباراه لي كانت مع منتخب اسبانيا، وده منتخب مصنف برضو بطل اوروبا ومن المنتخبات المصنفه. وامبارح لعبنا مع اليابان، تعادلنا برضو مع منتخب اليابان. وقبل كده في دوره عمان لعبوا الاولاد مع منتخب عمان والسعوديه وبيلاروسيا والبرتغال. بس فعملنا اعداد جيد، وان شاء الله البطوله اول ماتش لينا يوم 15 يوم الخميس اللي جاي. والنهارده كان في جلسه مطوله مع الجهاز الفني والفريق بالكامل، والولاد حاجه حلوه خالص. النهارده كان في ماتش اسبانيا اتعادلنا 4-4، وكنا احنا الاقرب للفوز وهم تعادلوا يمكن في اخر ثانيه. حاجه كويسه ان شاء الله، ويعملوا حاجه كويسه تشرفهم وتشرف بلدهم ان شاء الله. بشكرك حاج محمد، وبالتوفيق وترجعوا بالسلامه ان شاء الله. حبيبي يا سيف، شكرا، الف شكر حبيبي. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. الحاج محمد ابو الوفا، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. طيب، في بعض الناس النهارده صحيت من النوم لقيت سيف زاهر اسمي وترند. طب انا ما عملتش حاجه مع حسام ابراهيم، خلاص خلص ده ترند عليه. قال لك ترند قفشوا عربيتك في الشارع. طب قفش عربيتك، اطلع انا ترند ما عليها صورتك انا او عليها بادجك أو... طب انا هحط بادجك ايه اللي على عرف؟ فهمت ولا حاجه. فضلت تك 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 اخش كده ادور، لقيت الصوره اللي قدام حضراتكم دي على السوشيال ميديا، بادج الزمالك جواه الاهلي، وانا ماشي النهارده لقيت عربيه سيف زاهر. هو بادج يعبر عن سياستي، ولكن هي مش عربيتي. انا الحاجات دي الحقيقه ببقى سعيد بيها من ناس جدا، شايف ناس كتيره جدا على العربيات حاطه كده وكاتبه اسمي. بتشرف جدا جدا باي حاجه الناس تعملها، ودي دائما وابدا سياستنا. حتى لو احنا على مسافه واحده من الجميع، من الاهلي والزمالك، وهتفضل سياستنا، وهنفضل نسعد الاهلي ونسعد الزمالك ونزق في الاهلي ونزق في الزمالك، مش بس كده، وفي منتخبنا الوطني وفي كل الانديه الجماهيريه. نطير لكوت ديفوار مع زميلنا خالد رزق بعد مباراه الثالث والرابع، يعلن لكم النتيجه بعد ضربات الجزاء. خالد مساء الخير، اتفضل. طيب نحاول تاني مع زميلنا خالد رزق ونشوف القصة. الصوت فيه مشكلة بس مفيش قصة. في من فترة كده طلعت صورة لأكرم توفيق وهو بيصرخ، حطينا الصورة وقلنا دي صورة أكرم توفيق من الفرحة والحماس، ركبت الدنيا وطارت. وقال لك يعني هي الزمالك ملهاش لقطة، يا حليفة الزمالك ملهاش لقطة زي كده. اللقطة دي يا جماعة ما بيخترعوهاش، هي بتطلع كده، يعني بتطلع كده وانت رافع وانت سايب ايدك كده تلاقي ايه اللقطة طارت، والكاميرا تحب النجم. ده أكرم توفيق وهو بيصرخ، بس الصرخة طالعة من القلب. الصرخة طالعة منين؟ من القلب. فمشيت وطارت. النهاردة في صورة لشيكابالا الأباتشي، أسطورة نادي الزمالك، حب العمر لجمهوره، والوافد الجديد، والحب الجديد، والعلاقة الجديدة، والحب لجمهور الزمالك، عبد الله السعيد. شيكا وعبد الله، دي صورة النهاردة طارت، ركبت الترند وجريت. ليه الصورة دي طارت؟ لأن ده الحب القديم اللي هيعيش طول عمره، وده الحب اللي طارك. عارفين الحتة بتاعت طال انتظارك؟ هي دي الحب القديم بتاع طال انتظارك. عايز اقف عند عبد الله السعيد واقول لحضراتكم حاجه ما تخصش عبد الله ولا الزمالك ولا ولا ولا. عبد الله السعيد من اكتر اللعيبه اللي بتعجبني، ومن اكتر اللعيبه المحترفه اللي شغاله على نفسها ونفسه هادي. ما سمعتلوش لا يمين ولا شمال ولا يكيد، والراجل بيلعب الكوره برجله، بيلعب الكوره برجله. والجمله اللي انا الحمد لله حبيتها وعشقتها، ان هو الراجل بيأدي ويقدم نفسه، يقدم نفسه، وبعد كده الجمهور قال يقول. مش تصريح كل ده، حلم طال انتظاره ان اروح النادي الاهلي. الاقي لاعب رايح الاهلي مثلا ده حلم طال انتظاره. يا عم دي صفقه،
صفقة ناديك طلب فلوس كتير وانت كنت عايز مبلغ كبير فرحت. عادي على فكرة تنطبق على عمر كمال وتنطبق على لعيبة كتير جدا ومجموعة كبيرة يعني. عادي يعني. عبد الله السعيد اوفر هو لعيب ومحترم. جاله عرض جيد، عرض محترم من الزمالك، بيراميدز قبل، الزمالك دفع مبلغ كويس لبيراميدز، هو أخذ رقم كويس راح، هيكسر الدنيا إن شاء الله. مش محتاجة للعيبة نداء، مش محتاجة شعارات. مش محتاجة، الناس طالباك إن أنت تلعب وتأدي وتبذل حاجة وتمت. سيبكوا من بوس الفانيلات. سيبكوا التصاريح والشعارات وبتاع، وليك بعد 5 دقايق مرحل. بعد 10 دقايق الناحية التانية، حقك على فكرة، حقك. أنت اللي بتصعبها على نفسك. حقك إنك خلاص تروح، إحنا في عالم دلوقتي خلاص. نحترم كل الناس اللي يلعب هنا واللي يروح واللي ينتقل، مفيش مشاكل. بس ما تقفلش بقى على صبعك، ما تصرحش تصريحات. اصحى الصبح الاقيك، فاهم قصدي؟ انا عشق حياتي منى، انا عشق حياتي ايمان، ياسمين دي اكتر واحده بحبها، دي نديبة تفرحني. اصحى الاقيها بقت ناديه وعايده و... ايه يا عم الحاج؟ ايه بقى؟ ف ايه ده؟ الناس هو اللي هتتكلم على حضراتكم والناس اللي هتشيل، انت بس ابذل كل اللي عندك، ادي برجوله واحترام، الناس هتشيلك فوق دماغها من غير تصريحات من غير حاجه. عشان كده عبد الله السعيد نجم بالنسبه لي سوبر يعني. خالد رزق معانا تاني، خالد مساء الخير. مساء الخير عليك يا كابتن سيف، وطبعا يعني كانت مباراه واجواءها كانت شيقه جدا في مباراه جنوب افريقيا والكونغو، ويمكن كان الصحفيين المتواجدين طبعا من دول مختلفه كانوا بيتابعوا المباراه عن قرب، وكانت مباراه غريبه جدا. الكونغو اللي كانت مسيطره في الشوط الثاني بصوره كبيره جدا واضاعت عدد كبير من الاهداف في الشوط الثاني، وكانت متقدمه في ركلات الجزاء، ولكن ويليامز كالعاده في اخر ركله جزاء قدر ان هو يصعد ويفوز بهذه المباراه مع باقي زملائه. ويعني هوجو بروس والمدير الفني منتخب جنوب افريقيا كان سعيد جدا بالتاكيد بحصوله على المركز الثالث في هذه الألعاب. كابتن اتكلم معاك على النهارده كان في مؤتمر صحفي كان بيجمع اساطير الكره الافريقيه اللي كان من ضمنهم طبعا المدير الفني لمنتخبنا الوطني كابتن حسام حسن، واكيد كانت اجواء مهمه جدا. النهارده لاحظت ان الصحفيين اللي كانوا متواجدين من القاره الافريقيه كانوا حريصين جدا على التقاط عدد كبير من الصور مع كابتن حسام حسن، كانوا سعيدين جدا برؤيه الكابتن حسام واللي يروح يتكلم معاه ويتكلموا معاه اكتر من مره. وايضا كابتن حسام كان بعد المؤتمر كنت واقف معاه وكان المفروض ان يكون متواجد في ميكسد زون، ولكن طبعا قبل ما الكاف يلغي الميكسد زون كنت بتكلم مع كابتن حسام على عده اشياء، ولكن هو قال لي انا مش حابب ان انا اتكلم في اي شيء يخص المنتخب المصري غير بعد اعلان الاتحاد المصري لكره القدم في الاجتماع الرسمي اللي هيكون يوم الاربعاء ان شاء الله، بعدها اقدر اطلع واصرح بكل شيء واتكلم في كل شيء، ولكن انا حابب ان انا ما اتكلمش. وبشوف كلام كتير بينزل على السوشيال ميديا ما بيكونش على لساني، بشوف كلام كتير بيتقال وناس كتير بتتكلم عليه وبقعد اتفرج عليه وبشوفه، ولكن انا ما قلتش اي حاجه. انا منتظر بعد يوم الاربعاء وبعد الاجتماع الرسمي او بعد المؤتمر اللي هيتم فيه الاعلان هيكون كابتن حسام جاهز للادلاء باي قرار ان هو يرد على اي حد في وسائل الاعلام بالتاكيد، ويتكلم على كل الجزئيات اللي يمكن كان فيها بعض الاثاره او بعض الاحاديث اللي كانت فيها تناقض شويه على السوشيال ميديا. ايضا لو اتكلمنا عن بيرسي تاو نجم النادي الاهلي وجنوب افريقيا بالتاكيد وبعد حصوله على المركز الثالث، بيرسي تاو في الاخير بالامس قبل المباراه كان متواجد خارج التدريب طبعا بيرسي تاو، بعد ما سالت على حاله بيرسي تاو عرفت انه عنده اجهاد عضلي، اصابه اكيد مش كبيره، عنده اجهاد عضلي ولكن هو هينضم للنادي الاهلي طبعا خلاص، وهيكون في كشف طبي ومراجع عليه بيرسي تاو عشان يعرفوا امكانيته من السفر للجزائر مع بعثه النادي الاهلي من عدمها بالتاكيد، ولكن بيرسي تاو طبعا غير موجود في هذه المباراه وما شاركش في المباراه طبعا، وهيكون يعني لسه الجهاز الطبي للنادي الاهلي هو اللي هيعلن عن جاهزيه بيرسي تاو للمباراه القادمه. طبعا الاجواء هنا في كوتيفوار اجواء حماسيه جدا لمباراه الغد اللي هتكون مباراه الاصعب بالتاكيد، كوتيفوار ونيجيريا، واكيد مباراه هتكون كبيره والشعب الايفواري كله بوجه عام عنده طاقه كبيره وحماس كبير جدا لمباراه الغد. هيكون طبعا قبل المباراه بساعات يعني يمكن باربع ساعات او 5 ساعات هيكون الشوارع كلها مزدحمه كالعاده في مباراه المنتخب الايفواري. وقبل ما اختم معاك كابتن سيف كان في لقطه يعني ظهرت في المؤتمر النهارده الكابتن حسام حسن بعد انتهاء المؤتمر، كان في صوره تذكاريه بين الاساطير الكره الافريقيه وجع عام، وكان كابتن حسام بيتوسط الصوره بالظبط، وكان هو حريص على ان هو يحمل كاس الامم الافريقيه، وبعد ما شال الكاس وتصوروا بيه عدد من النجوم والاساطير بص الكابتن حسام حسن وضحكوا معاه وهزروا معاه قالوا انت شايل الكاس ليه؟ يعني في بعض المنتخبات اللي موجوده في النهائي زي المنتخب النيجيري ومنتخب الايفواري، كابتن حسام بص لهم وضحك وقال لهم احنا معانا 7 القاب افريقيه فبالتالي انا يحق لي ان انا احمل الكاس، وكان في روح من الهزار بين النجوم والاساطير.
وزي ما طبعا كابتن حسام اتكلم وقال في المؤتمر ان هو سعيد جدا بان هو ابن مصر، ان هو اتولد في مدينه ودوله كبيره زي مصر بالتاكيد، وقدرت ان هو تحصد 7 ألقاب بطوله الافريقيه، وان القادم ان شاء الله هيكون اقوى، وان القادم ان شاء الله يكون يعني جيد لمنتخبنا الوطني وتعود مره اخرى لامجاد. يعني كابتن سيف، دي كانت بعض الاجواء والكواليس اللي حصلت النهارده من كوتيفوار. نعود لك الان في الاستوديو كابتن، اتفضل. شكرا جزيلا لزميلنا المتالق خالد رز، بشكرك يا خالد وعامل شغل رائع ومكسر الدنيا. خالد تغطيه رائعه الحقيقه لهذه البطوله، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. وبكره النهائي نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله بكره للفريقين يطلعوا مباراه جيده، ونتمنى التوفيق غدا لنجم التحكيم المصري بلا منازع، نجم الشباك محمود عاشور. محمود عاشور هو ممثل الكرة المصرية غدا في المباراة النهائية. والحقيقة اللي عمله التحكيم المصري، مش أقل من السيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس اتحاد الكورة، إن في أول ما ترجع استقبلوهم في المطار بقى، يستقبلوهم يكرموهم، يستقبلهم الوزير في الوزارة اتحاد الكرة. وانا عارف ان دكتور اشرف صبحي الحاجات دي ما تفتوش، وانا عارف ان اول لقاء هذيعه هنا على الهوا هيكون الحكام المصريين عند اشرف صبحي. سجل يا تاريخ، سجل عشان خلال ساعات هذيع كلامي تاني. اول لقاء هيكون الحكام المصريين هيكون عند اشرف صبحي. ده موضوع مقفول، ده موضوع مقفول. بعض الناس كلمتني امبارح وقالت لي ان بريرا بيتكلم على موضوع التحكيم وتصريحك، وان الحكام قالوا احنا صناعه مصريه والفضل يرجع لجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، وعصام عبد الفتاح وجمال الغندور، وان الموضوع ماشي. ممكن يكون الموضوع فيه سوء تفاهم، فانا برضو علشان تبقى الامور واضحه وعشان انا ما سببش مشكله، انتوا عارفين سيستمي، ما احبش ان انا اكون عملت ضرر لحد من الحكام يرجع يبقى على خلاف مع بريرا وهو الراجل اللي متولي دلوقتي وكده ومش، فرجعت تاني للحكام سالتهم للتوضيح. يا جماعه انا امبارح قلت كذا كذا، والراجل دلوقتي اللي ماسك بريرا الراجل ده ايه وبتاع، قالوا والله راجل كويس جدا وراجل محترم فيش قصه. طيب تحبوا بقى نعدل بقى التصريح، نقول ايه القصه ايه؟ قال لك نعدل التصريح، احنا كحكام مصريين تاني ده، دي التعديله بتاعت امبارح من الحكام كلهم، لو واحد ما قالش كده يطلع يقول انا ما قلتش. احنا الحكام المصريين سبب ادائنا ده ان احنا اشتغلنا على نفسنا صناعه مصريه، الفضل يرجع. هما امبارح قالوا لي جمال غندور وعصام عبد الفتاح، النهارده الكلام اتغير خالص، فكان لازم اطلع اقوله. قالوا لي الفضل يرجع لعصام عبد الفتاح وجمال غندور تاني، يعني جيت اصلح. هو الناس مصممه خلاص، هو بقى قال لك انت عايز تبعتها له هو متابع، ما تبعتهالوش يجي هو ياخدها بقى زي ما انتوا عايزين. بس هو الناس اللي قالت كده، لا اجتهاد، انا لا اعرف بريرا ولا جلاتنبرج اللي كان موجود ولا مين طور، ولا انا ما عشتش غير عصام عبد الفتاح. طبعا كابتن كمال غندور يعني قيمه كبيره، فانا ده كلام الناس. لكن احنا اشتغلنا على نفسنا، وبصراحة لازم نقعد نسأل نفسنا، المشهد اللي احنا شفناه في التحكيم ده، عامل كده ليه؟ ده احنا يعني عندنا حكام جامدين، المشكلة في ايه؟ القصة في ايه؟ لازم نسأل هدايات من غير أصل والنبي حد يقول للحكام اللي هناك يحكموا هنا زي هناك. الجو بقى اللي هو ايه؟ ادم ده، عارفين اللي هو ايه؟ أنا عايز أدور على إفيه، ماشي سيبه يا عم يطلع لوحده. يعني أنت هتخترع إفيه ده دمه تقيل، خلاص زهقنا منه. سيب الإفيه يطلع يا عم لوحده من غير ما تجتهد فيه يعني، ولا تبقى كاتبه ولا محضره ولا بتاع. ايه الحكام هناك يعني يجوا هناك يحكموا زي هنا؟ اصل الموضوع اكيد فيه اختلاف، اكيد الحكام محتاجين حمايه، اكيد الحكام هنا نفسيا في مشكله لازم تتحل. هي دي الشطاره، مش الشطاره بقى ان نقعد نحكي في المحكي ونرغي اي رغي وخلاص مش هنوصل لحاجه. عندنا حكام مش ما عادتش بالكلام، ده بقى بالفعل. تصريح القاره الافريقيه النهارده ان انت عندك افضل حكام في القاره، اكتر اطقم حكمت في هذه البطوله هو التحكيم المصري. في النهايه عندك عاشور موجود في التحكيم المصري، مش احنا اللي بنخترعه،
هو مثل نفسه، هو قدم اوراق اعتماده، فما فيش حاجة تانية نقدر نقدمها او نعملها. الامور سهلة واضحة وبسيطة. ما يخص اخر خبر لنادي الزمالك، اخر خبر لنادي الزمالك، حازم امام الصغير كتب ان هو كان ليه مستحقات وكان ليه وما بياخدش مستحقاته عشان ما بيكلمش ادارة الزمالك، طلعت له مستحقاته واديته فلوسه المتأخرة وانتهت القصة، والراجل طلع يعني عمل قصة شكر ادارة الزمالك. هو انا ابتديت احس ب، قولوا لي طيب، بشويه حاجات كده، ابتديت احس شويه حاجات. في ناس قاعده ان هي عايزه مشكله بس وخلاص، يعني اداره الزمالك تراضي الناس وترجع اللي مشي مش عاجب، تدي حازم امام فلوسه مش عاجب، ما تديلوش فلوسه مش عاجب، تفتح القيد مش عاجب، تجيب صفقات مش عاجب. طب بيعملوا ايه الناس؟ ايه؟ فتحوا القيد، بيدوا الناس فلوسهم، جابوا صفقات كويسة، عاملين شغل كويس، بيشتغلوا على قلب رجل واحد، مفيش واحد فيهم بيقول أنا الجن الجناوي، كله بيقول لك الفضل يرجع للمجلس كله، حسين لبيب ماشي بخطى ثابتة، هاني شكري، أحمد سليمان، كل الناس، حسام مندوق، كل الناس. فإيه بقى إيه الأزمة؟ إيه المشكلة؟ ما تسيبوا الناس تشتغل، طالما الناس بتنجح خلونا في ظهرها وتشتغل، اتمنى لهم التوفيق، والناس مكسره الدنيا ان شاء الله يعملوا نتائج كويسه في الدوري ويرجع فريق الزمالك وجمهور الزمالك يفرح. ده اللي نتمناه، نقد 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 بهدوء. يعني جون اوكلي ده كان بيلعب في النادي المقاولين، فجاه خلع، رفع قضيه، كسب القضيه، ايه بقى الموضوع؟ راح دلوقتي بيلعب في الدوري الليبي. اوكلي مساء الخير. مساء الخير، انا بخير، كيف حالك؟ انا كويس الحمد لله. موجود دلوقتي انت في الدوري الليبي، اشرح لي دلوقتي انت موجود فين، بتلعب في ايه، ووصلت لايه في قضيه نادي المقاولين؟ اوكي، presently now I'm in، في الوقت الحالي انا في ليبيا في مصراتة، وساقول عن قضيتي امام المقاولة من العرب، ان المشكلة كانت انه بعد نهاية الموسم الماضي بعد مباراتنا امام الاهلي كانت هناك مشكلة مالية مع نادي المقاولون العرب، الذي كانوا يدينون لي براتب 4 أشهر ونسبة 25%، ولم أتلقى أي أموال، وأرسلت لهم خطاب من خلال المحامي أقول لهم أنني أريد أموالي، وهذا خلال 15 يوما. لابد، الطريقة المحترفة هو أن ترسل لهم خطاب قبل 15 يوم من الالتجاء للفيفا، وبعد 15 يوما من استلامهم هذا الإنذار لم يدفعوا لي أموالي، وبالتالي اشتكوت في الفيفا. وأخذت حكم صدر لصالحك. Yes, the final judgment came out on the 8th of February, which was 2 days ago. الحكم كان يوم 8 فبراير، وأنا كسبت هذه القضية، وفي الوقت الحالي أعطوا النادي 45 يوم لإعطائي مستحقاتي، لأن هذا حقي، وأنا نفذت كل شيء بالطريقة القانونية من خلال المحامي والوكيل، وبالتالي أنا الآن كسبت هذه القضية أمام نادي المقاولون العرب. هل تواصل معك حد في المقاولين العرب لدفع المبلغ أو تقسيطه أو انتهى الأزمة؟ لم يتصل بي أحد، ولم أتلقى أي رسالة منذ أن تركت المقاولون العرب، لم يتحدث أي أحد بشأن تسوية هذه القضية، ولم يتحدثوا مع وكيلي ولا المحامي. طيب، توقعاتك بكرة لمباراة النهائي الأفريقي؟
ستكون مباراة صعبة. نحن نلعب أمام البلد المضيف كوت ديفوار، وكنا في نفس المجموعة وفزنا عليهم 1-0. ستكون مباراة نهائية حقيقية. الحقيقة أن كوت ديفوار تأهل من المركز الثالث بضربة حظ، ولكن هذا ليس معناه أن المباراة النهائية ستكون سهلة. ستكون مباراة صعبة جدا ما بين نيجيريا وكوت ديفوار. أتمنى لك كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على استضافتي في هذا البرنامج، وأنا ممتن لحضرتك كثير. شكرا جزيلا، وشكرا للمبدع أيضا على الترجمة الرائعة الأستاذ محمد فؤاد، اللي بتشرف دائما بوجوده معايا. اتحاد الكرة بيستعد لتلقي مشروع كابتن علاء نبيل في الفرق الاستثمارية. انت بتقول يا عم احنا مش فاهمين منك ولا حاجة، ماشي. بعض الأندية منها الجماهيرية ومنها أندية الشركات بتعمل فرق، يعني انت من حقك تشارك في فرقة 2005 و7 و8 و9 و10 مثلا. فبتيجي على فرقة 7 و8 ده، بيجي واحد ممكن يطلع ولي امر، ممكن يطلع اي واحد يقول له بس اديني الفرقة دي انا هصرف عليها، مش حضرتك دعوة، يديله الفرقة دي اسمها استثماري، ويجيب هو المدرب ويجيب الجهاز ويجيب اللاعبين، وممكن يحط اعلان على التيشيرت ولا حاجة وايه ويصرف على الفرقة. بتبقى الفرقة بتلعب باسم النادي الكبير بس مش بتاعة النادي الكبير. الفرقة بتلعب باسم النادي الكبير بس مش بتاعة النادي الكبير. طبعا اللي بيسمعني دلوقتي هيقول ان انا يعني ايه دي فزورة، ان انا طالع باختراع جديد. والله ده اللي في السوق، انا ما جبتش حاجة من عندي، هو ده اللي موجود في السوق. واحد يقول لي اصل دي ممكن تكون اندية مش في الممتاز. لا يا سيادتك حضرتك في الممتاز، الاندية دي في الممتاز. علاء نبيل اول خطوة بيفكر فيها هو الغاء ده. معاك فلوس حضرتك اعمل فرق واصرف على قطاع الناشئين وشارك بخمس ست فرق، معاكش فلوس خليهم فرقتين ثلاثة، بس طالما بيلعب باسمك انت مسؤول، انت اللي مسؤول عن تزويره عن قيده عن صح عن غلط عن تربيته عن اخلاقه. طالما لابس تيشيرت عليها اسمك، اول مشروع لعلاء نبيل في اتحاد الكرة انا بتنبأ هو بتوقع لحضراتكم هيكون ايه؟ هيكون الغاء الفرق الاستثمارية. كل يوم ان شاء الله باذن الله نيجي لكم كده بخبر سعيد في تطوير الكره المصريه. فاصل وبعد الفاصل نجم التحليل كابتن خالد الغندور بعد الفاصل. محمد صلاح لعيب مهم جدا 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 لاي منتخب في العالم. حكام هنا بيبقى عليهم ضغوط وبيقلقوا، انت تدفع فلوس عشان تلعب مع الزمالك. ابو جبل منذ ان ترك الزمالك اصبح لا يفكر في كره القدم من وجهه نظري. رمضان ده لو في الاهلي وتم استبعاده كان هيحصل ايه؟ ياسر ابراهيم اتظلم ظلم كبير جدا. شكرا على الصفقات الجديده اللي هتقوم الزمالك على حيله. هو الاجهاد ده مرتبط بالاهلي بس خلاص. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نجم التحليل في ثوبه الجديد الهادئ جدا بلا اي ازمات بلا اي مشاكل، اللي على مسافه واحده من الجميع كابتن خالد الغندور. انا جاي لابس لك النضاره اهو. عارف الواحد ما بيلبس بقول لك ايه، على مسافه واحده من الجميع دي كلمه تتمناها. على مسافه واحده من الجميع؟ اه يعني هو بص هو ما تروحش مني مين وشمال. كلمه تتمناها قول يا اقوى على مسافه واحدة من الحق من المنطق يعني كده. لأن دايما لو على يعني واحدة من الجميع ممكن ما تبقاش صح برضه. يعني خالد غندور ممكن إعلاميا الفترة القادمة يكون على مسافة واحدة من الأهلي والزمالك فنيا. أنا ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة حبا، أنا صح أنا, صح أنا بتكلم صح كابتن الزمالك. أنا بتكلم على إن أنا حياتي كلها كنا في دريم وبدأت حياتي أنا في بتكلم اللي جاي راديو. اللي جاي طبعا إن شاء الله بإذن الله. إيه يعني خلاص انا في قناه عامه اسعى لان انا اكون على مسافه واحده من الجميع. اتمنى ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان يعني ارائي ترضي جميع الاطراف يعني ان شاء الله. تعال بقى نجم الشغلانه طالما على مسافه واحده من الجميع. يلا بينا. نبتدي المشوار. قبل ما اتكلم في اي حاجه عن الفنيات، ليه في صراع داير حالي ما بين النجوم الحاليين والنجوم القدامى؟ والله يا كابتن على فكره النهارده، على فكره ليفربول كان بيلعب بيرلي
صلاح ما لعبش يا جماعه صح؟ ايوه صلاح ما لعبش يوم 18/1 كانت اصابه محمد صلاح والنهارده 10 ولسه ما لعبش ولسه بيتجهز هو صلاح ما هربش ليه؟ كان بيعمل سكي صح اي حاجه كان معزوم على الغدا اما بعض النجوم القدامى كان قاعد على البحر هندور هيدوروا على اي هنشوف اي قصه بص يا كابتن ايه هنسيب صلاح كده يعني كابتن سيف سهل جدا اي حد يتكلم على محمد صلاح طبعا لكن عيب قوي بس صعب حد يعمل تاريخ محمد صلاح طبعا ولكن عيب قوي ان زميله واللي لعب زيه واللي فاهم كوره واللي موجود في الملعب واللي تعرض لاصابات زيه واللي عاش نفس الاجواء يتكلم عنه طيب هو طلعني بقى من حته صلاح انا بتكلم في جزئيه ثانيه انا بتكلم بصفه عامه ان نجوم كتير جدا قدامى ابتدوا يحطوا فيديوهاتهم بتاع بطولات زمان يعلقوا هجوم كبير للنجوم الحاليين هل دي ظاهره صحيه ولا مش ظاهره صحيه هل هي مقصود منه احنا موتنا نفسنا في المنتخب وبتاع هل دي لا ان هو يحس الجيل اللي موجود ابذل جهد ولا دي غلط رايك فيها ايه لا غلط طبعا بص زي ما في نجوم صنعوا تاريخ نفس النجوم اخفقوا هو انت فاكر يعني كل اللعيبه دخلت كل البطولات خدتها من بابها ما هما فشلوا ونجحوا وفشلوا ونجحوا يعني اللعيبه كده طول الوقت وفشلوا مع ناديهم ونجحوا مع ناديهم هي كرة القدم كده لكن اللي بحز في نفسي ان يكون لعيب زميلي فاقعد اقطع فيه واقلل منه واقعد طول الوقت اعلمه الصح وهو مسيرته الكروية في الصح وفي الغلط وفي الفشل وفي النجاح هي كرة القدم كده عيب احنا كزمايل وكلعيبة كورة حاسين بنفس المواقف اللي مر بيها زميلنا دلوقتي اللي موجود دلوقتي نحن نطلع نقطع فيه ونقلل منه ونقوم الناس عليه ونقوم الجمهور عليه عيب يعني ممكن تطلع من حد معاش الأجواء نفسها معاش نهائيات البطولات ما شافش 100,000 في الملعب ما ينفعش واحد يقول على صح لعيب انه بيهرب إلا بقى لو تاريخه بيقول انه هو بيهرب صح يعني وفي النهاية زي النهاردة بيرنلي محمد صلاح مش موجود وكل ده بيتعالج عشان يرجع للملاعب مره اخرى صح. فالمفروض بقى اللي قال عليه كده يطلع على الهواء ويعتذر ويقول انا اسف للنجم الكبير محمد صلاح على فكره في ناس كده عشان الدنيا ما تتوهش وفي ناس ما اختلفتش في كده وقالت ان ممكن كان صلاح ان هو يتعالج في المنتخب وان هذا افضل ودي وجهه نظر ممكن تتسمع طبعا يعني كل واحد ليه وجهه نظر لكن في النهايه قولا واحدا يا كابتن سيف هو العلاج في المنتخب طب ممكن اسالك سؤال اتفضل هو ليه دكتور المنتخب او دكتور النادي اما ليجي يلعب لاعب بيصاب بيسافر المانيا هو الشناوي سافر المانيا ليه عشان يعمل عمليه هو الونش سافر المانيا ليه عشان يعمل عمليه هو اما اي واحد بيصاب بيسافر المانيا يعمل عمليه ليه يبقى اذا الدكتور شايف ان دي السكه الافضل وما يجي يتشخص بيروح فين بيروح اشاعه طيب عشان انا عايز اتكلم معاك في حاجات كتير النهارده كابتن حسام حسن فاول في الماتش عنده بطوله وديه في شهر 3 صح. عنده ماتش في شهر 6 هل البطوله الوديه تخلص الكلام بتاع فلان هينضم وفلان مش هينضم ولا البطوله الوديه دي ممكن تكون فرصه ان يشوف عدد كبير او وجوه جديده وشهر 6 هو دي كانت هتكون ان فلان هينضم وفلان لا هو ده الرد بص يا كابتن سيف انا من وجهه نظري ان ضيق الوقت ما يخليش فرصة كبيرة للعيبة جدد كتيرة تخش المنتخب لكن أكيد كابتن حسام حسن وجهازه الفني هيكون ليه وجهة نظر في لاعب 2-3 كان ليهم دور مع المنتخب وتم استبعادهم فترة فممكن يرجعوا تاني لأن هم يمتلكوا اوريدي الخبرات وطبعا جزء كبير من قوام المنتخب الحالي هيكون متواجد لان هو اللي عايش الاجواء هو اللي بدا البطوله هو اللي بدا انت بتتكلم ان هنشوف صلاح هنشوف تريزيجيه هنشوف حجازي عادي في لعيبه كده كده موجوده في المنتخب تمتلك خبرات وفي لعيبه جديده ممكن نشوفها اللعيبه قد منهم مثلا لا يعني مش على وفاق مع كابتن مش هاجي ولا الكلام ده لا هنهزر هنهزر هو احنا بنيجي عشان حسام حسن ولا بنيجي عشان فيتوريا احنا بنيجي عشان مصر صح. احنا بنلبس فانيله منتخب مصر ما بنلبسش فانيله المدرب احنا وبعد كده حسام حسن هو الهداف التاريخي للمنتخب محمد صلاح
هو تاني الهدافين التاريخيين للمنتخب، وبالتالي قيمة كبيرة ان حسام حسن يكون موجود كمدرب للمنتخب، شك يعني هو لايق على المنتخب والمنتخب لايق عليه، واتمنى واعتقد ان تفكيره هيتغير، اسلوبه هيتغير، تدريبه للمنتخب غير تدريبه للنادي، اختياراته للعيبة غير اختيار النادي اللي يكون طول الوقت معاك كل يوم والتدريب كل يوم بيشوفك بتهمل في بعض الأحيان. أنا متأكد أن حسام حسن وإبراهيم هينجحوا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. صفقات النادي الأهلي أو القصة الأخيرة في قصة أحمد عبد القادر، أحمد عبد القادر على خلاف مع الراجل كان هيمشي ما مشيش، المهم في الآخر قعد، ممكن يكون ليه دور في الأهلي؟ مع كولر ما اعتقدش، بس انا عايز اسال سؤال والله بتكلم جد، مش عارف السؤال ده قد يثير الجدل يعني، بس عادي سؤال عادي. اتفضل. احمد عبد القادر انا من وجهه نظري وياما طلعت معاك يا كابتن سيف، انا معجب بيه تمام، وشايف ان احمد عبد القادر من اللعيبه اللي لابد ان تعامل معامله خاصه تمام، لان في لعيب كده نفسيا تعرف تطلع منه كل حاجه بتعامل بيعطيه قيمته كلاعب تمام، اما بتحاول تقلل منه او تسخر منه او تسخر من ادائه او بتلاقيه هبط تمام. طيب لو لم يكن لاحمد عبد القادر دور مع النادي الاهلي كان باعه الاهلي، ما هو ما جاب ما هم اتفقوش، هو الاهلي كان بيسعى لبيعه اعاره لا هو ما فيش اعاره ثم لا هو اعاره هو النادي الاهلي ما عندوش ثم اوبشن تو باي هو الاهلي ما عندوش اعاره خد بالك الاهلي تعرف ان المسموح سبعة. الانديه سبعه تمام. الاهلي طلع السبعه خلاص تمام. فبالتالي اذا كان هناك رحيل لعبد القادر فهو يكون رحيل نهائي. طب انت عايز تروح فين؟ انا عايز اقول لماذا لا يذهب احمد عبد القادر للعب في الزمالك؟ ليه احمد عبد القادر ما يلعبش في الزمالك؟ تاني مش فاهم. انا دلوقتي انا كنادي اهلي شايف ان عندي نجوم اعلى من احمد عبد القادر وشايف ان كولر مش محتاجه والنادي الاهلي بيدفع له راتب سنوي وهو مش محتاجه، طب ما المانع ان النادي الاهلي او نادي الزمالك يتقدم بعرض لشراء احمد عبد القادر؟ صلاح محسن هل 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 النهارده النادي الاهلي كان طالب في عبد القادر مليون دولار والقصه وقفت على 200,000 دولار، هل نادي الزمالك هيقدم عرض للنادي الاهلي لشراء عبد القادر بمليون دولار؟ طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هو النادي الاهلي مش معجب بعبد القادر وكولر مش معجب بيه وشايف ان اداؤه قليل وانه مش هيفيد الاهلي فهيبيعه مليون دولار؟ ايوه هو ما هو جاب 800,000 يبقى جامد بقى. ما هو جاب لا يعني ممكن يعني هو جامد بقى ممكن يكون مفيد في طب هو جامد ولا مش جامد؟ يا بس ما ممكن يكون مفيد للي رايح له، يعني هو المدير الفني ده شايف ان انت طريقتي مش هتشتغل معاه، بس ممكن في حته ثانيه تكسر الدنيا. كابتن احمد عبد القادر كاس العالم الانديه مش ده اللي قبليها، انت برضو ما ردتش عليا. لا احمد عبد القادر جامد. لا انا انت ما ردتش عليا في السؤال. النادي الزمالك ممكن يقدم عرض للاهلي ان هو يدفع مليون دولار في عبد القادر؟ مبلغ كبير بمقابله ان انت مش نجم عندك انت مش محتاجه. طب انت عايز تمشيه. المبلغ الطبيعي كام من وجهه نظرك؟ لا انت لو بتتكلم على الخليج دي قصه تانية. لو بتتكلم على الوقره القطري دي قصه تانية. لو انت بتتكلم على الزمالك يعني فتحنا المجال اللي انت بتقول 20 مليون مثلا، يعني 20 مليون لو احمد عبد القادر عايز يتباع 20 مليون وبشيل من على الاهلي الراتب السنوي بتاعه، هو ممكن يكون بياخد له 7 8 مليون مثلا او 10 مليون فانت بتشيل الراتب السنوي وبتبيعه بتستفيد طالما انت راكنه عندك، ما انت مش عايزه يا كابتن سيف. انت مش عايزه. عبد القادر ممكن يكون افيت للزمالك ولا عبد الله السعيد؟ لا عبد القادر لسه صغير السن يعني قدامه المشوار طويل، فلو بالمنطق ده يبقى عبد القادر افيد، لان عبد القادر لو جه الزمالك هيقعد 7-8 سنين مكمل لانه لسه صغير السن عنده مشوار، عكس عبد الله، عبد الله رايح ل 39 فعبد الله قد يكون مفيد حاليا يعني. طب ليه لو انت طب انت ليه وجهه نظرك فعلا الزمالك ليه ما دخلش على الاهلي قدم عرض عايزين عبد القادر؟ صحيح. هو الاهلي عرضه البيع يعني مثلا انت احنا كنا ياما وانت اتكلمت في القصه دي ان الاهلي عايز فتوح ان الاهلي عايز زيزو ما يعني اتكلموا مع بعض عادي، الاهلي جاب امام عاشور تمام والعلاقات دلوقتي طيبه بس الاهلي عايز فتوح والزمالك عايزه والاهلي عايز زيزو والزمالك هيموت عليه ويجدد له ماشي، بس عبد القادر مش عايز الاهلي مش عايز عبد القادر تمام هو ده الفرق انا بقول لك ان الاهلي مش عايز عبد القادر. طب انت كلمت حد من مسؤولي الزمالك قالوا لك احنا ممكن نخش نشتريه؟ لا انا يعني انا اتواصل مع بعض اعضاء مجلس الاداره يعني كل شيء وارد يعني لا 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 معاك كل شيء وارد كل شيء وارد في الكوره صح صح كل شيء وارد في الكوره يعني بكره ممكن لعيب من الزمالك عقده ينتقل الاهلي وعلى فكره احنا بنتكلم يا كابتن على
رضا عبد العال، نتكلم على معتز اينو اللي عملوا مشاكل في الانتقالات يعني اسامي كبيره كلها، نتكلم قبليه على حسام وابراهيم يعني. بس معظم اللعيبه اللي جت من الاهلي للزمالك جت والاهلي مش عايزها، عكس اللي راحوا من الزمالك للاهلي الزمالك كان عايزهم، الا برضو رضا عبد العال كان الزمالك قال له، او طارق السعيد او محمد صديق. لكن انا بقول لك مش مر علينا اسامي كتير واللي جاي اكتر. ايوه طبعا اللي طبعا. جاي اكتر عادي. انا هفكرك ولازم عندنا الثقافه دي على فكره. السنه اللي جايه واللي عادي. بعديها هتلاقي لعيبه من الزمالك راحت الاهلي وفي لعيبه من الاهلي راحت ودي ظاهره ودي اتمنى ان الحاجات دي تبقى دايركت وتتبنى. ما هو ناصر ماهر كان فين؟ ما هو كان اهلي صح، وعبد الله السعيد كان اهلي صح، وقبليها كان اسماعيلي، واحمد حمدي كان اهلي صح. فهي الكوره كده يا كابتن، الاحتراف كده. وياسر ابراهيم ما كان زمالك وانتقل للنادي الاهلي. انا ما عنديش مشكله خالص في القصه دي خالص خالص خالص، ودي كوره في الاخر وكل واحد يروح ويؤدي ويعمل اللي عليه، ما فيش مشكله خالص. نرجع بعد فاصل نكمل حديثنا. مبروك جنوب افريقيا المركز الثالث، وننتظر غدا ان شاء الله باذن الله كوت ديفوار ونيجيريا. شفت النهارده ويليامز عمل ايه؟ كسر الدنيا، مع انه اول اربع ضربات جزاء كان في البلاله. بس كل التوقعات يقول لك دايما ضربات جزاء عايزه جسم طويل، عايزه قصه مواصفات حارس المرمى. لا ملهاش علاقه، رياكشنات على يعني فكره يعني ريفلكس. عواد مش جسمه كبير او ريفلكس طويل، مش رياكشن. بالظبط. سرعة رد الفعل وكده وكمان عينيه بتبقى على الكورة، بيشوف اللاعب بيحطها فين، بيعرف يقرا اللاعب اللي قدامه. وفي ناس بتلعب على الزاوية. فالنهاردة أول أربع ضربات جزاء تحس إن ويليامز ما عندوش فكرة. محطوط في حتة ومحطوط هو في حتة واللعيبة يعني جايبة كل الأهداف. كونغو تحطها، كابتن فرقة يجي يحطها، ياخدوا مركز ثالث يروح مصدها. بس كونغو خلاص كانوا هيركبوا الأتوبيس وبتاع نادى عليهم. بالظبط. والله فعلا يعني خلاص كانت كل الناس وكونه كانت افضل في المباراه ومسيطره ومضيعه اهداف غريبه، لكن في النهايه جنوب افريقيا بتفوز بالمركز الثالث والكونغو بتحصد المركز الرابع يعني. بكره ايه من وجهه نظرك؟ بكره مباراه بتجمع ما بين افضل فريق واللي هو نيجيريا، اللي هو اقوى دفاع تكتيكيا الاعلى، وما بين فريق راجع من الانعاش، طالع من غرفه العنايه المركزه لنهائي البطوله مع وجود الجماهير. فمباراه صعبه جدا جدا. هل يضم كابتن حسام حسن رمضان صبحي؟ ليه ما يضموش؟ رمضان صبحي لعيب كويس، بس لازم هو يبقى عايز ينضم. لازم هو بقى يبتدي يركز، يشوف ان حسام حسن بيحبه. وانا عارف على فكره عايز اقول لك حاجه، هو رمضان برضو عشان يعني نقول لينا هو برضو مركز يعني. انتوا اللي هارينه كل شويه، ده رايح الاهلي، ده عايز يروح الزمالك، ده مش عارف ايه. لا مش انتوا اللي بتعملوا كده. مش كابتن، معلش انت بالذات بتعمل كده. لا كابتن، بص هقول لحضرتك حاجه. اعلامي كبير بدون ذكر اسماء. وكابتن اكرامي اللي هو حماه. وكل شويه الاهلي الاهلي اسمه ده في رغبه ان رمضان يرجع، ورمضان عايز يرجع. كابتن بيتكلم على الحته دي؟ طبعا. ورمضان عايز يرجع وليه ما يرجعش، واحنا هنكلم الناس والاهلي ابتدى هيرجع والاعلام كده كل الكلام ده. ورمضان في النهاية يعني رمضان طلع مرة مع رامز جلال أنا فاكر يعني في برنامج، قال لك أتمنى أرجع الأهلي بس لازم بيراميدز يوافق. ده رمضان قال كده. عايز أسألك سؤال، طيب من وجهة نظرك الأهلي ولا زمالك؟
لو اختار واحد منهم رمضان لو قدامه أهلي وزمالك؟ لا لا ماليش دعوه برمضان لو قدامه. أنا بسألك بصفة عامة كملك التوقعات. الأقربي أنا ما أعرفش الخطوات عشان مش أخش في لا النادي الأهلي مش هرجع رمضان تاني خلاص. يعني ولو عايز يرجعه مش هيرجعه. يعني الأقرب إيه؟ يعني لو الأهلي من جواه عايز يرجعه مش هيرجعه. ماشي الأقرب إيه بقى؟ لو انتقل نادي من الناديين هيبقى الزمالك طبعا. يعني الزمالك هو اللي فاتح له الباب. ورمضان لو عايز نادي شعبي نادي جماهيري بعد النادي الاهلي لان النادي الاهلي هيرفض عودته. مع ان انا شايف مع كل احترام وتقدير يعني سيبك انت شايف هو في الاخر هو قرار الاهلي. ايوه كابتن معلش بس يعني انا شايف طالما انا سمحت امام عاشور لا سيبك برضو من امام ووديته لا دي واحدة طب ما سمحش رمضان ليه؟ ده في الاخر رؤيه وقرار الاهلي. ايوه ماشي هم كانوا أنا هم كانوا في الاخر مع بعض اخذ قرار الاهلي دلوقتي ده اخذ قرار الناس اتمنوا له التوفيق سلام عليكم وعليكم السلام. وجهه نظري انا دلوقتي وجهه نظر النادي الاهلي وافق على تواجد امام عاشور ممكن يوافق على تواجد رمضان. لا دي برضو دي كيس ودي كيس. ولا انت شايف ان الزمالك يعني الزمالك الاقرب الزمالك لو 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 في يعني كابتن حسين لبيب ومجلس اداره وكابتن احمد سليمان طلع اكتر من مره قالوا بيتمنوا وجود رمضان لعيب مهم ولعيب كبير لكن هل هيقدروا على فلوس رمضان؟ طيب مين تاني غير رمضان ممكن يبقى في المنتخب مع كابتن حسام من وجهه نظرك كده ممكن تقولي ممكن يضم ده شيكابالا تفتكر ممكن ينضم ماتشين ثلاثه ممكن هو شيكابالا وحسام في كيمياء ما بينهم يعني شيكابالا في ده جد ولا هزار انا بتكلم جد والله في 2011 بص شيكابالا ده من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر وراجل انا يعني بصراحه بشوفه اسطوره كرويه كبيره وبشوفه بصراحه لعيب محترم يعني بكن له كل احترام ولكن النهارده كابتن حسام جاي علشان يقدم فكر جديد بجيل جديد يصنع جيل لا ممكن يجيبش كده لا هو كابتن حسام مش جاي يصنع جيل جاي يعمل ايه هو كابتن حسام جاي يروح كاس عالم الماتشين اللي هو بس كمان 3 شهور يعمل فرقه 3 شهور الجايين لا يمكن يعمل فرقه بعد ما يوصل كاس عالم يعني انا بعد شهر 6 ده عندنا بوركينا فاسو عندنا وبوركينا فاسو في المغرب طب انت بدي يعني لو كسبت الماتشين دول بنسبه 90% وصلت كاس عالم والله هريح انت شايف انه ممكن يدفع بالماتش مثلا منهم بشيكابالا ممكن شيكابالا ممكن عبد الله السعيد واحده بس ماشي ممكن يكون متواجد انا بناقشك انا ما قلتش شيكابالا عبد الله السعيد ممكن ماشي على حساب مين قول لي كده كابتن هسألك سؤال انت بترد ما انا هسألك هجاوبك كابتن خالد من فضلك رد عليا وبعد كده سألني هجاوبك اهو هجاوبك تمام لو عبد الله السعيد موجود مع المنتخب اتفضل هو اللي ينزل ولا محمود حماده يا فندم سيبك محمود حماده لو شيكابالا موجود حمادة مع المنتخب محمود حماده دلوقتي ورقه بديله في توقيتات ماشي انا بكلم انا بقول لك ورقه بديله في توقيتات انت دلوقتي شيكابالا ممكن يكون ورقه بديله على حساب مين انا ده اللي بساله بس والله هو مش على حساب حد على حساب في لعيبه بتلعب يا كابتن شيكابالا هيلعب فين مع المنتخب يعني فين المكان قول لي بس كابتن هو انت بتيجي في الفن يا كابتن لا 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 بتقف. انت ليه محسسني كابتن خالد انت راجل نجم مصر لا لا الفنيات اللي موجوده دلوقتي انا ما حسستكش بحاجه والله انا ما حسستك ولا قربت لك انا بقول لك شيكابالا دلوقتي هيلعب فين قول لي فني بس فني ممكن شيكابالا يلعب ربع ساعه يلعب يا كابتن مش قصدي التوقيت قصدي فين في الملعب قصدي يلعب هاف ليفت هاف ليفت على حساب مكانه انا بسالك على حساب مين مين اللي بيلعب في المنطقه دي مين يا كابتن يعني محمد صلاح مصاب افرض محمد صلاح لو مصاب يلعب ممكن مكان زي ما مصطفى فتحي خد فرصه ممكن شيكابالا كان ينزل يعني ممكن تحط ممكن انا بسالك بس ممكن تحط شيكابالا بديل لمحمد صلاح كابتن انت بتقولي حسام حسن ممكن ياخد كابتن انا بس كابتن انا بديك انا بقى هو انت جيت يا كابتن دلوقتي بعد ما قلت الاقتراح فاهم قصدي قمت مقطع فيه لا والله طيب انا بسالك كابتن والله العظيم انا يا كابتن انا بستفيد منك فنيا هقول لك طيب ما انا فنيا هقول لك انا قال له ايه انا اقول لك اهلا معك كوبر لا كوبر كوبر ما خدش شيكابالا خالص طب سريعا بس عشان عايزين نطلع فاصل وجي اخر ماتش في غانا ايوه اللي هي بعد ماتش الكونغو وبعد وصلنا كاس عالم راح ملعب شيكابالا تمام راح شيكابالا جاب جون كابتن انا متعادلنا واحد واحد انا ما بناقش والله وهو ما بيلعبش طول كابتن انا ما بناقش انا عارف قدراته انا بسال حضرتك وجهه نظرك شيكابالا وعبد الله يلعبوا على حساب مين؟ كابتن انا يلعبوا على اي حد ربع ساعه تلت ساعه تمام. لو حسام حسن عايزهم انت انا بقول لك بسالك وجهه نظر لان في كيمياء في كيمياء ما بين حسام حسن وشيكابالا شيكابالا لما كان حسام مدرب كان هو يعني ممكن افضل يعني لاعب يعني ممكن يبقى في الملعب عبد الله وشيكابالا الاثنين قصدي حضرتك لا مش ممكن لا الاثنين مع بعض صعب. صعب وحتى في الزمالك الاثنين مع بعض صعب يعني في الزمالك اكيد سهل لا الاثنين يلعبوا اساسي مع بعض 90 دقيقه صعب لان الاثنين سنا وفي نفس الوقت جهدا فممكن تستعين بده بوقت وده بوقت بقى ايه هنا انا دخت عشان النور ف
فارجع نطلع فاصل وارجع نشوف النور رجع. نشوف الراجل ده عايز يكون النور رجع. يكون النور رجع. نرجع تاني مع كابتن خالد غندور ونشوف تعليقاته ايه على التصريحات دي. نبتدي بالاولاني العالمي كابتن احمد حسام ميدو. صلاح ليس ميسي او كريستيانو وليفربول لا يعتبره قائدا. سريعا هديك مثال. في مصر اشرف بن شرقي لعب ماتشات مع الزمالك، خد بطولة الدوري سنتين، خد كاس مصر، جاب تقريبا حاجة و30 جون مثلا مع الزمالك، أصبح أيقونة من أيقونات الزمالك، الهداف التاريخي للأجانب، دايما يسأل عن أشرف بن شرقي، الجمهور متعلق بيه. علي معلول جاب حاجة و40 جون، عمل كذا أسيست مع الأهلي، أصبح أيقونة من أيقونات النادي الأهلي. هل محمد صلاح اللي جاب اكتر من 200 جون في 5 سنين مع ليفربول، ومحمد صلاح اللي خد الشامبيونز ليج، محمد صلاح اللي خد دوري الابطال، محمد صلاح اللي خد كاس العالم للانديه، محمد صلاح اللي خد كاس الاتحاد الانجليزي، محمد صلاح اللي خد مرتين هداف الدوري الانجليزي، محمد صلاح اللي خد مرتين افضل محترف في الدوري الانجليزي، محمد صلاح ذا ايجيبشن كينج، مش ايقونه وقائد في ليفربول؟ دي وجهه نظري مع كل احترام والتقدير لوجهه نظر ميدو. اللي بعده التوفيق عن فيتوريا مثل الركراكي. استاذ يحيى الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. طبعا ايهاب الكومي كل احترام والتقدير للدكتور ايهاب الكومي، لكن طبعا هناك فارق كبير بين الركراكي وفيتوريا. الركراكي هو رابع العالم. اللي بعده لا يوجد لي خليفه في الملاعب وخلافه الشناوي وابو جبل اكذوبه. عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق. كلامه صحيح بس هو ما يطلعش منه. ما ينفعش هو يقول على نفسه كده، احنا اللي نقول عنه كده. عصام الحضري هو افضل حارس في تاريخ مصر. وكلامه عن محمد الشناوي وابو جبل، انا عايز اسال سؤال. هو ابو جبل والشناوي كانوا موجودين مع بعض فين؟ في منتخب مصر. طب والخلاف ده ما بانش ليه؟ يعني هو لو في خلاف وخلاف رهيب مش هما كانوا بينزلوا يسخنوا مع بعض؟ صح. مش هما بيتمرنوا مع بعض؟ هو بيقول اكذوبه. مش هو ما انا عارف الخلاف بقى اللي اتقال طول الفتره اللي فاتت. مش عايز يطلع منه ليه اذا كان هو بيقول اكذوبه؟ ايوه اكذوبه. اللي بقى طلع بقى ان هو في خلاف. مين اللي طلعه وليه طلعه؟ اي حد طلعه. طب هو اللي طلعه حر؟ لا مش حر اصلا، يعني هو ما هو لازم يربط. انت مختلف مع عصام ليه؟ لازم يربط ما بين تواجد الشناوي وابو جبل مع بعض في منتخب مصر واكلين شاربين نايمين. يعني انت مع عصام ولا ضده؟ لا مع راي عصام. مع راي عصام حتى لو ما فيش وفاق او ما او ما تقيل على قلبي ما ده ملوش علاقه في الشغل والعمل. صح. اللي بعده ابراهيم حسن. ارفض نغمه وجود مشاكل بين حسام حسن ومحمد صلاح، ستواجد مع من المنتخب من يعرف قيمه منتخب مصر. كلام منطقي يعني. هو كابتن ابراهيم حسن كان قيل ان حسام هيسافر لمحمد صلاح، بس انا علمت ان حسام حسن هيسافر المانيا لمرموش، هيسافر لندن لمحمد صلاح، هيسافر تركيا لتريزيجيه. انت علمت مني ايه؟ انت جاي معايا تقول لي علمت؟ علمت مني انا امبارح. او اصلا كان عندي اتصال مع ابراهيم من يومين كده فقال لي نفس الكلام. نرجع بعد الفاصل نكمل حديث. نرجع لحضراتكم تاني سريع مع كابتن خالد الغندور، نكمل تعليق على التصريحات، نشوف اللي بعده. كابتن ايمن عبد العزيز بيقول ايه بقى؟ اي مدرب زملكاوي يتعرض لمشكله مع منتخب مصر. بص انا سمعت له كذا تصريح. التصريح اللي عمل جدل كمان اللي هو قال لك 10% الكوره 10% تكتيك. طب رد على ده الاول. يعني انا شفت مره استبعاد حسام غالي عمل مشكله لاسامه نبيه. مرة برضو طارق مصطفى قال لك مشكلة مع حسام البدري. ودلوقتي أيمن عزيز عمل مشكلة وابتدت الناس تقول لك يا عم أيمن أنت مالكش دور يعني. أما سيد معوض اتعمل معاه مشكلة وكابتن ضياء السيد ومحمد وسيد معوض ومحمد يعني شوقي. أنا قصدي كله يعني. بص يا كابتن مع كوبر يعني. مع كوبر مع كابتن حسام البدري يعني نص نص. مع اسمه ايه اللي كان مسك منتخب اجيري. انت متفق ولا مختلف؟ اجيري
لا انا بقول لك على ارض الواقع حصل مشكله لاسامه نبيه. اه حصل مشكله وحصل مشكله اهلاويه برضه. في ايه؟ طب قول لي. يعني ملهاش علاقه بزمالك عادي يعني. انت تتفق ولا تختلف؟ لا انا ما بحبش اقسمها اهلي وزمالك. تمام يعني بتختلف. ماشي اللي بعده. حسام حسن سيقود مصر تأهل المونديال 2024 26. ده مين بقى ال استاذ جمال علامه اهو. يعني هو المقتنع بكده يعني؟ هو تصريحه الراجل. يعني هو اللي جاب حسام حسن؟ هو ايوه بيقول كده. ايوه هو اللي جاب. طب مين جاب محمد يوسف؟ هو اللي جاب محمد يوسف. طب ومش محمد يوسف مشي ليه؟ هو هناك يعني هناك اقاويل ان الكابتن محمد يوسف هيمسك منتخب ناشئين. ايوه طب هو جاب فريق اول ليه؟ عشان هو كان عايز منتخب. هو اعتذر محمد يوسف ومعرض عليه ان هو يبقى موجود. محمد يوسف كان جاي عشان الاجنبي جاي. تمام. فكان هيبقى مساعد للاجنبي. طب ممكن انا بس مش عايز اطلع بره، انت رايك ايه في التصريح؟ تصريح منطقي ان رئيس الاتحاد يقول كده يعني. اه تصريح منطقي. ايمن عبد العزيز في الحته اللي انت عايز ترد عليها سريعا بقى. احمد ايمن عبد العزيز كان بيقول ان 10% في الكره تكتيك، فابتدت بعض الناس تطلع تتريق على كلامه يعني. ولكن الحقيقه ان كلامه اللي بيفهم كوره وبيعرف كوره وبيعرف تدريب يعرف ان كلامه بنسبه كبيره منطقي. لان كره القدم مش ان انت تحط 4-3-3 وتلعب بالتكتيك قدام الفريق ده فهتكسب، لا، كره القدم تكتيك، كره القدم روح واداء لعيبه داخل ملعب، كره القدم مستوى اللياقه البدنيه والاحمال اللي موجوده، كره القدم مهاره اللاعبين، كره القدم توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، كره القدم تغييرات مدرب، كره القدم حاجات كتير قوي. يعني مش التكتيك هو اللي بينجح اي فريق. او لو انت طلعت 3-5-2 فهتكسب الفرقه دي، ولو طلعت 4-3-3 فهتكسب الفرقه دي. تمام. او لو طلعت 4-4-2 هتكسب الفرقه دي مش كوره. تمام. التكتيك جزء من نجاح اي فريق وليس كل النجاح. شرفتك يا كابتن خالد. شكرا جزيلا. بشكرك كابتن. شكرا جزيلا كابتن سيف. خلصنا حلقتنا النهارده مع كابتن خالد غندور، بتشرف دايما بوجوده معايا، بشكركم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله باذن الله استنوني في حلقه جديده، واستنوا خالد في الراديو مع دينا في حلقه جديده برضه.